السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتب آدم. جايين عشان الناس اللي هي بتسأل، بتقول لك الحمام اللي انت كنت مثبته او مثبته من فوق من تحت لفوق، يعني اللي هو الحمام اللي هو كان تحت وطلعناه اللي احنا ثبتناه في قلب الغياه، التعامل معاه ازاي وبتعمل معاه ايه؟ طيب التعامل مع الحمام ده فيه اللي هو كام واحدة عندي، او حتى لو ما عنديش حاجة فبنقول مثلا اللي هو بيكون لو كام صغلول اللي هو يطلع وينزل، يبقى حاجة اللي هي بتبقى في قلب الغية من فوق، بحيث اللي هم بيطلعوا بينزلوا عليهم ويطمنوا اللي هو في قلب المكان، دول بتسيبهم عليهم بحيث اللي انت بتعاملهم معاملة زغليل. طيب معاملة زغاليل اللي هو مثلا الحمام ده بتسيبه خالص اللي هو بياخد دشاره فوق بيطمن للمكان، لانك انت مبرجل له دماغه كان تحت ورفعته، ان كان تحت في اللوفت ورفعته في قلب الغايه من فوق فمخول دماغه، فالطبيعي اللي انت حتى لو الحمام ده مقفل السمايم، حتى لو الحمام ده مخلص الريش اللي عليه، ما ينفعش اللي انت تدفع بيه اللي انت تجريه والقصه دي، لا انت بتسيب الحمام ده اللي هو بيتدشر بياخد حقه التالت ومتلت في قلب الغية من فوق، بحيث اللي هو يطمن للمكان، حتى لو رحل تحت برضه بتسيبه مفيش مشكلة، هو عارف ان دي عيشته هنا، بيقعد وقت كده اللي هو من تحت لفوق وبينزل وبيطلع والقصة دي، بس هو بيجي ساعة ما بيعاد كلفته بينزل بيطلع مكانه اللي هو كلفته هنا، مكاني في قلب الغية من هنا، بتسيبه بقى اللي هو حتى ايه يقدر على الشكلات، ينزل على الشكلات، بتسيبه حتى يرحل على بيت اللي جنبك، مفيش اي مشكلة من القصة دي. فاحنا بفتح للحمام ده، بس الفكرة الحمام ده بيطلع يطير على طول، ما بيقعدش، يعني ما بيطلعش يقعد على الضهر، فانا بسيب كام واحدة كده بحيث اللي هم برضو بنقي الوقت كده، ده حتى في حمام يعني بيكون هادي، وفي حمام اللي هو بيطلع ياخد على طول. بص اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بص حمام اهو بقى، افتح له برضو كلهم كده، برضو شوية بحيث اللي هم لو انت عندك كام واحدة سايبين فوق كده برضو، اقل منهم ولا في سنهم ولا اكبر منهم، بحاجات بسيطه خلاص بقى، هم كلفتهم ده زي التانيين، بقدرهم الدنيا خالص كده، اللي يطلع يطلع واللي يقعد يقعد. كده كده انت مش هتتعب معاهم في حاجة، لان الكورة مع بعض، انت بتصنع من تحت اللي هم الشوية اللي كانوا تحت دولت، بتصنعهم في قلب اللي فوق فبيتطبعوا بطبع بعض اهو. معاك كلفتهم، طب معاد سايبانهم كده، ده حاجة بترجع لك انت او حسب الوقت اللي انت يعني بتكون متاح معاك، حسب الوقت اللي انت بتبقى متوفر في البيت كده. انا ممكن مثلا دلوقتي افتح لهم دلوقتي الساعة 7 الصبح، فممكن افتح لهم مثلا يقعدوا ساعتين يقعدوا 3 وكده اهو، بكون قافل البيبان في وشهم برضو بحيث اللي هم يطمنوا مفيش اي مشكلة، برضو مفيش حاجة تخش قلب البيبان، مفيش دكرين يعشقوا بعض، لان هو السن بتاعهم برضو خطر الايام دي، اللي هو عليهم اتنينات عليهم تلاتات، فبتلاقيهم مشخورين جامد، فانا بسيبهم خالص كده بقفل البيبان في وشهم، ممكن اسيبهم ساعتين تلاتة كده اهو، وابتدي اللي انا المهم اول ما افتح البيبان الحمام ده بيحبس على طول، ما بيتعبكش، لان هو الشمس هتيجي تهرس عليه، هتلاقي الحمام ده اساسا بيدلل نفسه، فبتلاقيه اللي هو عايز يخش البيبان بتاعته، عايز اللي هو يحبس وكده. فاحنا نوقف الفيديو لغايه ما يجوا مثلا اللي هم يحطوا، وبعد كده اهو الحمام ابتدى اقول لهم ايه كم واحده، حتى ابتدوا اللي هم يقوموا، الجو برده حلو ايه
الشمس مش حامية ولا أي حاجة، وحتى لو في مثلا سنة شمس كده بتبقى حنينة على الحمام، بيشمسوا نفسهم، بيفك عضلهم، ريشهم بيعضم، ريشهم بينشف كده برضه، عشان خاطر ايه ما نطولش عليكم وكده ونقشط لهم، لان انا لسه ما قشطتش للحمام ده. هذا الحمام اهو ابتدي بقى اللي هو يحط. الدرجة بقى ابتدت إن هي تتعدل أهو، لأن دول برضه اللي هو حد أي حمام في الدنيا، يعني الطبيعي اللي هي مثلا بيبقى الدورة بتختلف، يعني مثلا إيه لو أنا مربي مثلا شوية تحت في مطشرة في لوف، ومربي شوية في قلب غية، فبتلاقي دولت بيعملوا حركة غير التانيين. يعني أنا مثلا اللي هما اللي كانوا فوق دولت كانوا بيدوروا معظم الدورة بتاعتهم من أهو، دولت اللي كانوا تحت عشان كانوا بيتدوروا الناحية دي. بص دلوقتي بقت حطيتهم ظبطوا معايا الدرة ايه فوق في قلب الغية، فببتدي اللي انا مثلا ايه ازرع بقى فيهم حمام، انت فاهمني ازاي؟ ممكن اعدل كل الحمام بتاعي بالدرة اللي انا عايزها، اضمن الدرة بتاعتي اللي هما مثلا اللي كانوا تحت الدرجه بتاعتهم كويسه وعجباني، ممكن اصنع اللي هو الحمام اللي من فوق ده اعدل الدرجه بتاعته في وسط الحمام اللي هو من تحت، والعكس لو الحمام اللي تحت ده الدرجه بتاعته بتبقى مثلا مش عجباني فبصنعهم في قلب الدرجه بتاعتي من فوق. طب انت بتصنعهم ازاي كده او كده في جميع الاحوال؟ ببدا ان انا احط مثلا ايه، يعني ما بكترش مثلا العدد بتاعي، يعني مثلا لو من فوق اللي هي الدره بتاعتي كويسه بحط عدد قليل اللي هي من الحمام اللي هو كان من تحت. طيب لو العكس برضه بتحط حمام اللي هو قليل، بتشوف اللي هي الدره اللي عجباك اني، وبتشوف اللي انت مثلا بتزود الحمام واحده بواحده لغايه ما يعدلوا الدره بتاعتهم. طيب دي كانت نقطة برضو كده، بحيث اللي هو انا عدلت الدرجة بتاعتهم وبسم الله ما شاء الله الدرجة بتاعتهم بقت كويسة، غير بعيد عن الحمام بتاع النش، بعيد عن حمام التماسك، كل ده لسه بقى واحدة بواحدة كده هنبتدي نعدل الدرجة بتاعتهم ونعدلهم كده، لأن خلاص الحمام بقى كل سنة وانتم طيبين، موسم النش خلص وكده اهو. فهنصنع بقى اللي احنا عايزينه، لسه في مرحلة تشاميس، ولسه الحمام ده لما يخلص الريش لسه الدنيا كبيرة، أو لسه الموضوع أساسا صعب، لسه كتير اساسا عبال ما الحمام ده يبقى تجريه ويبتدي اللي انت مثلا تجرده وقصه كده، حتى لو كان بيجري تحت وكده في موضوع كبير اساسا الحمام ده، مش اللي هو خلاص اللي هو ضرب بقى فوق دماغك او اللي هو حط على الغيه وثبته والقصه دي، وهو الحمام ده اللي انت تاخد بيه الكلام ده، دي قصه غلط اساسا. لازم الحمام ده بتتعامل معامله زغلول، اكن زغلول، حتى لو الديكوره كلهم بيجاروا بس بيتعاملوا معامله زغلول. دول بسيبه وانا قاعد في قلب العربيه بتاعت الغيه بتاعتي، والمساء ما سقت لهم المساء وقفل البيبان بتاعتهم، بس انا قاعد لهم في قلب العرديه بحيث ان هم زي ما انتم شايفين الحمام بينها جوه اللي هو ياخد نفسه، وبعد كده عشان خاطر اللي هو ما ينزلش يشرب وكده، بعد كده بسيب لهم خلاص بقى القلب، اسيب لهم الغيه خالص وبسيبهم براحتهم خالص. طيب بتعمل حاجه تاني، ممكن ان انت مثلا تحط الصاج زي كده، شايف الحمام خلاص خد نفسه اهو بلع ريقه، اللي بيجر اللي بيعمل سينا كوبايه الشاي خالص. حط لهم الصاج على الارضيه، حفنة الكلفة كده ولا حاجة، دول بقى طالعين نازلين كده ايه دي برضه لما بنرمي لهم الكلفة دي اسمها بترنخ الحمام، يعني اللي هو الحمام بقى يرنخ خلاص، انت فاهم، بتكسله
خلاص هيقول له انت فاهم ايه، حبيتين القصه دي خلاص بقى ايه، مش هيقوم اللي هو حتى لو قام انت فاهم، مش هيقوم اللي هو ايه الجهد اللي هو يجري والقصه دي، لا انت بتهديه بترنخه خالص بتكسله، فانت بتسيب الحقان ده بتتعامل معاه كده اهو، ده مستعبط خالص. بص بقى حمام التماسي بقى لما بيجي مثلا، او حمام اللي احنا كنا بنجريه، طول ما شايف حمام طالع نازل قدامه بيبتدي اللي هو بقى يشخور ويبتدي اللي هو يجر وكده، الحمام ده اصلا خلاص. بس هو الايام دي عشان خاطر خلاص الموسم خلص بتاع النش وكده، فانا طلعت الحمام ده. مش اي وقت تطلع فيه حمام، مش اي وقت اللي انت تربي فيه زغاريد، مش معنى اللي انت مثلا تكون بتجري حمام يبقى انت تعمل زغاريد تاني، هتبوظ الحمام اللي انت بتجريه ده، لان الحمام بص طالع نازل، الحمام كله بيجر في قلب البيبان، كله بيشخور في قلب البيبان، فانت مفيش اي وقت اللي هو مثلا تدشر في حمام تسايب في زغاليل، لا ادامك بترمي في يعني مثلا في عز موسم الرمي وكده، فاش اللي انت تسيب فرد حمام على الارضيه، لان انت شايف الحمام بتاعك انت اللي بتبوظه، بترجع تقول ايه ده الحمام بقى افتح له، الحمام بيطلع يسقف، الحمام بيطلع يخبط، هو بيخبط وبيسقف عشان خاطر اللي هو الحمام طالع ونازل قدام عينيه، حتى لو ذكوره حتى لو ذكوره حتى لو زغاليل، انت فاهمني ازاي، برضه الحمام بيشخور عليهم وبيفضل يجعر عليهم والقصه دي. عم بقى يفضل يتنقل من هنا يتنقل من هنا، خلاص انت بتطمنه انت فاهمني ازاي، حتى لو واحد نزل تحت هيطلع لان المعظم فوق انت فاهمني ازاي، خليه ينزل براحته انت فاهم، بس هيجي معاد قتله هيطلع غصب عنه. ده هو الحمام مطمن خالص. ده كان فيديو كده انت فاهمني ازاي، برضه عن الناس اللي هي كانت بتسالني وعايزه تشوف الحمام وعايزه تشوف وصلنا لايه. لا وصلنا دي لسه ما وصلناش لاي حاجه، ده كل ده احنا بنعمل مثلا زي ايه، بنأسس لسه بنفحر انت فاهمني ازاي، لكن احنا لسه ما عملناش اي حاجه في الحمام ده، ولا اقول لك هجريه ولا القصه ده، حتى لو كان بيجري حتى لو كنت جردته تحت، لسه الحمام ده بعيد الشغله معاه من اول وجديد، وان شاء الله يدينا ويديكم العمر كده، ان شاء الله هنتابع معاكم واحده بواحده، فانتظرونا من جديد لجديد. كان معاكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.